اسالك هيك سريع، شو الطريقه الصحيحه لاكل الكنافه؟ تكون سخنه كثير. مع شاي ولا بدون؟ بدون شاي. بجبنه ولا بسحاق؟ لا بجبنه اكيد. مكسرات ولا بدون؟ بدون مكسرات. مع عطر ولا بدون؟ عطر اكيد، عطر وعطر زياده كمان. دائما معروف على النابلسي انه دائما بحب كل شيء حلو بزياده ومسو بزياده. كم مره بتنصح الناس ياكلوا الكنافه النابلسيه؟ كل ما يجي عبال. انا باسل الشنتير، صاحب محل حلويات الاقصى، ومعي الاخ ابو حمدي، اقدم صانع حلويات في المدينه. حابين نعرفكم شو سر حب الناس للكنافه النابلسيه. نابلس، نابلس العراقة والأصالة فيها. طول عمرها نابلس مشهور بالكنافة، ارتبط اسم الكنافة في مدينة نابلس. كان عمري 5 سنين لما بلشت شغل بشكل رسمي في المحل. باسل روضة ياخذني من الدار يرجعني المحل، وأظلني العشرة بالليل مع أبوي. هذا الجيل اللي أنا فيه هلأ الجيل الثالث، كان سيدي ووالدي وهلأ أنا موجود، وإن شاء الله رح نكمل. أثر كثير علينا شغلة الكورونا، لأنه بالدرجة الأولى فيش سياحة خارجية وفيش سياحة داخلية كمان، كانت حتى بين المدن في مواصلات. فهذا رمضان إجا صعب شوي، إحنا تعودنا نفوت بمشاكل ونفوت بأزمات. أنا كثر الأزمات اللي مرت فيها بحياتي من أن طفل لليوم خلتني عندي أمل كبير إنه دائما بكرة أحسن. من أن طفل صغير مرض والدي، بعدين وفاته، بحملت المسؤولية، مسؤولية أهلي والمحل والشغل والحياة والالتزامات، بالإضافة إنه فتحت عيوني كان عمري 7 سنين، بلشت الانتفاضة الأولى، فكان كل حياتنا عبارة عن خوف وطخ ورعب واعتقالات. أنا اعتقلت من البيت وأنا طفل 12 مرة. البهجة برمضان غير شكل، هلأ كل هذا الكلام افتقدناه. فأنا أكثر شيء بفتقده انبساط الناس وبسمتهم بالشوارع، انفقدت. احنا صرنا نشتغل من بعد العصر لا قبل المغرب بشوي، يعني فترة حوالي 2 3 ساعات بس، اما بغير وقت بيكون طبعا طول النهار. انا نعمل صدر كنافة يصوم الصين يا محمد ولا مشان يشوفوا الجبنة. في البداية كان ابوي كان هو اللي كان يوقف على البسطة، فالبسطة بدها بني ادم لبق وجهه بشوش على طول مبتسم وعنده روح الدعابة، لانه الزبون اللي بيجي بده كلمة طيبة، أهلا وسهلا، شرفتنا، حياك الله، اشتقنا لك. هلا الولد كان عنده هذه الميزة كثير عالية، أنا مش موجودة عندي. عند أبو حمدي بطاقة خرافية. الكنافة النابلسية ما فيش حكي عنها يعني. الكنافة النابلسية مشهورة يعني عالمية ودولية. دائما الأكل بده نفس. والحمد لله بنشتغل بنفس طيبة. طبعا هاي هي عجينة الكنافة الناعمة. الكنافة الناعمة اللي هي مشهورة وهي مدينة نابلس. أنا حابب كنت أضيفكم بس رمضان كريم، إن شاء الله بعد الفطور منضيفكم. كل مراحل الشغل تبعت الكنافة بتكون بين قدام الزبون، فبكون باكل وهو مرتاح نفسيا، مرتاح. اكيد بتعامل بحلويات كثير، مثلا عندك القطايف، عندك القلاز، عندك المدلوقة، كثير في حلويات بتطلع، اما الكنافة هي الطبق الاساسي في المحل. طعم الكنافة بنوصفش، هذا إحساس خاص ما بشعر فيه إلا اللي بيستلذ بصحن الكنافة. إن أشرح لك هذا صعب. و يا سلام، أهلا بالشباب، هيا يلا. سعد مساء، أهلا وسهلا بالشباب. حتى لو ما كان في زوار كثير، أهل نابلس بحب الكنافة، يعني في ناس بيعدوها وجبة غذائية كاملة، فطور بجيبوا كماجة أو خبزة وبحطوا فيها كنافة وباكلوا. هلا ارتبطت الكنافة النابلسية بكل شيء اسمه عادات في مدينة نابلس، مرتبطة بالافراح، دائما في المناسبات السعيدة بيقدموا كنافة، حتى بالعزايات باليوم الثالث اللي هو الدلايل اللي احنا بنسميه بنابلس بيقدموا كنافة. أكيد
اكيد بدي احافظ على صحتي، باكل حلو كثير ولكن عندي نشاط زائد بالخروج بالحركه، امور اللي هي بتخليني اخفف وزن الشغل. هلا هوايات كثيره، بدايه بالسفر والسباحه، تسلق الجبال، المغامرات، كثير عندي هوايات. التسلق انا عندي درجه اولى في الحياه. فرجيتك جبال في مدينة نابلس أو حوالين مدينة نابلس، مش راح تصدق إنك أصلاً بفلسطين. أنا متزوج، صار لي 17 سنة متزوج، عندي بنتي الكبيرة رغد واللي أصغر لينا عمرها 11 سنة، وأسعد 10 سنين. هلأ بالنسبة إنه أسعد يشتغل بهذه المهنة إشي أكيد، أنا طبعاً حلمي إنه يشتغل بهذه المهنة، زي ما كان حلم والدي إنه يزرعني زراعة في المحل. أنا من باب حب الإخلاص لهذه المهنة، وهذا عبارة عن إرث ثقافي وعائلي.